تأديب الأبناء وإكرام الوالدين. رب الولد على الطريق الذي ينبغي أن يسلكه، فمتى شخ لا يحيد عنه. أمثال 22:6. الوالدين هوذا الأبناء ميراث من الرب وثمرة البطن أجره. مزمور 127:3. من يمسك عصاه يبغض ابنه، ومن يحبه يؤدبه مبكرا. أمثال 1:24. في مخافة الرب ثقة قوية، وأولاده يكون لهم ملجأ. أمثال 2:26. أدب ابنك ما دام هناك رجاء، ولا تشفق نفسك على صراخه. أمثال 7:18. الجهل مربوط في قلب الصبي، ولكن عصا التأديب تبعده عنه. أمثال 10:15. لا تمنع التأديب عن الصبي، لأنه إن ضربته بالعصا فلن يموت. اضربه بالعصا فتنقذ نفسه من الجحيم. أمثال 11:13. -14. القضيب والتوبيخ يعطيان حكمة، أما الابن الذي يترك لوحده فيخزي أمه. أمثال 29:15. أدب ابنك فيريحك، نعم يفرح نفسك. أمثال 29:17. ويتعلم جميع أبنائك من الرب، ويكون سلام أبنائك عظيما. إشعياء 54:13. من يحب ابنه يعذبه كثيرا حتى يفرح به في النهاية. من يؤدب ابنه يفرح به ويفرح به بين معارفه. من يعلم ابنه يحزن عدوه ويفرح به أمام أصدقائه. ولو مات أبوه فهو كأنه لم يمت، لأنه ترك خلفه من يشبهه. في حياته رآه وفرح به، ولما مات لم يحزن. ترك خلفه منتقما من أعدائه ومكافئا لأصدقائه بالنعمة. من يبالغ في تقدير ابنه يضمد جراحه وتضطرب أحشاؤه عند كل صرخة. الحصان غير المروض يصبح عنيدا، والطفل الذي يترك لنفسه يصبح عنيدا. دلل طفلك فيخيبك، العب معه فيحزنك. لا تضحك معه لئلا تحزن معه، ولئلا تصر بأسنانك في النهاية. لا تدع له حرية في شبابه، ولا تتغافل عن حماقاته. احنو عنقه وهو شاب، واضربه على جنبيه وهو طفل، لئلا يتشدد ويعصيك فيجلب الحزن على قلبك. عاقب ابنك واجعله يعمل، لئلا يكون سلوكه الفاحش عثاة لك. تفروا صراخ 30:1-13. الأولاد، أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهاك. خروج 8:12. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب، ولا تتعب من توبيخه، لأن من يحبه الرب يؤدبه كالأب بابنه الذي يسر به. أمثال 3:11-12. أمثال سليمان، الابن الحكيم يفرح أباه، والابن الجاهل ثقل أمه. أمثال 10:1. اسمع لأبيك الذي ولدك، ولا تحتقر أمك إذا شاخت. أمثال 11:22. أيها الأبناء، أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك. هذه هي الوصية الأولى بوعد.
لكي يكون لك خير وتطول أيامك على الأرض. أفسسوا 6:1-3. أكرم أباك بكل قلبك ولا تنس أحزان أمك. تذكر أنك ولدت منهم، فكيف تكافئهم على ما فعلوه لك؟ سيراح 27:28. اسمعوا لي يا أولاد واعملوا بعد ذلك لكي تنجوا، لأن الرب أعطى الأب كرامة على الأولاد وأثبت سلطة الأم على البنين. من يكرم أباه يكفر خطاياه، ومن يكرم أمه يكون كمدخر كنوزا. من يكرم أباه يفرح بأولاده، وعندما يصلي يستجاب له. من يكرم أباه تكون له أيام طويلة، ومن يطيع الرب يكون عزاء لأمه. من يتقي الرب يكرم أباه ويخدم والديه كسادته. اكرم أباك وأمك في القول والفعل لكي تأتيك البركة منهما، لأن بركة الأب تثبت بيوت الأبناء، ولعنة الأم تقلع الأساسات. لا تفتخر بهوان أبيك، لأن هوان أبيك ليس فخرا لك. فإن فخر الرجل من شرف أبيه، وعار على الأبناء في عار الأم. يا بني، عن أباك في شيخوخته، ولا تحزنه ما دام حيما. فإن ضعف فهمه فاصبر عليه، ولا تحتقره وأنت في كامل قوتك. فإن عزاء أبيك لا ينسى، ويضاف عوضا عن خطاياك لبنيانك. في يوم ضيقك يذكر، وخطاياك أيضا تذوب كالجليد في الدفء الجميل. من تخلى عن أباه فهو كالمجدف، ومن أغضب أمه فهو ملعون من الله. سفر سيراخ 3:1-16. إذا عاقبنا أطفالنا فسوف يبكون الآن، ولكنهم سيستمتعون في المستقبل. إذا لم نعاقب أطفالنا فسوف يستمتعون الآن، ولكنهم سيبكون في المستقبل. الأطفال هم مستقبل بلادنا، ولكن إذا كبروا دون تأديب فما هو مستقبل بلادنا؟ إن كل العادات السيئة التي يرتكبها البالغ هي تلك التي لم يتم تصحيحها أو تأديبها عندما كان طفلاً، علينا أن نربي أطفالاً يخافون الله ويحبونه ويطيعونه. قد أخذت قطعة من الطين الحي وشكلتها برفق يوماً بعد يوم، وعدت مرة أخرى عندما مضت السنوات. لقد كان رجلا نظرت إليه، ما زال يحمل تلك البصمة المبكرة، ولا أستطيع تغييره أبداً.